في 20 من شهر رمضان سنة 51 هجريا تم بناء مسجد القيروان وجامع عقبة بن نافع، أو جامع القيروان الكبير، هو مسجد بناه عقبة بن نافع في مدينة القيروان التي أسسها بعد فتح إفريقية على يد جيشه. كان الجامع حين أنشأه على أغلب الظن بسيطا صغيرا المساحة، تستند أسقفه على الأعمدة مباشرة دون عقود تصل بين الأعمدة والسقف. وقد حرص الذين جددوا بناءه فيما بعد على هيئته العامة وقبلته ومحرابه، وقد تمت زيادة مساحته كثيرا، ولقي اهتمام الأمراء والخلفاء والعلماء في شتى مراحل التاريخ الإسلامي، حتى أصبح معلما تاريخيا بارزا ومهما. في 20 من شهر رمضان سنة 202 هجريا رحل آلاف الأندلسيين من قرطبة بعد فشل ثورتهم ضد حكم الأمير الحكم بن هشام الذي بطش بالثوار بطشا شديدا وهدم منازلهم وشردهم في الأندلس، فاتجهت جماعة منهم تبلغ زهاء 15,000 إلى مصر، ثم ما لبثوا أن غادروها إلى جزيرة إقريتش كريت سنة 212 هجريا، وأسسوا بها دولة صغيرة استمرت زهاء قرن وثلث. في مثل هذا اليوم من السنة الثامنة للهجرة من الله على المسلمين بفتح مكة المكرمة، فطهرت الكعبة المشرفة من الأصنام على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بأمر من الرسول الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في 20 من شهر رمضان سنة 1001 هجريا قام الجيش الألماني البالغ 40,000 مقاتل بهجوم مباغت على الجيش العثماني المكون من 10,000 مقاتل في الجنوب الشرقي من زغرب الواقعة حاليا في كرواتيا، وقتل 7,000 عثماني بمن فيهم القائد حسن باشا حاكم البوسنة. وكانت هذه الغارة سببا في إعلان تركيا الحرب على ألمانيا. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 584 هجريا غادر دمشق السلطان صلاح الدين الأيوبي قاصدا بلدة صفد وهي معقل الدوايا. كان سكانها أبغض أجناس الفرنج إلى السلطان، حاصرها بالمناجيق وفتحها في الثامن من شهر شوال من هذا العام، وقتل من بها وأراح المارة من شر ساكنيها. وبعدها عاد السلطان إلى عسقلان وولى أخاه الكركة عوضا عن عسقلان، وأرسله ليكون عونا لابنه العزيز في مصر، وأقام بمدينة عكا. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان لعام 1094 هجريا قام ملك بولونيا سوبيسكي بمهاجمة القوات العثمانية التي كانت قد أحكمت الحصار حول العاصمة النمساوية فيينا. نجح الهجوم واضطرت القوات العثمانية إلى الانسحاب. لقد كانت القوات العثمانية في حالة من السأم لعدم تمكنهم من فتح فيينا، وحالة من الذهول لرؤيتهم الأوروبيين أمامهم
بعد أن عبروا جسر الدونا.